حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قال مركز الحوكمة الإلكترونية إن هناك نوعا من ضعف التنسيق بين الجهات المسؤولة عن تطبيق نظام الصرافة الآلية المالية في الدوائر المعنية، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك دورا أكبر للبنك المركزي في توفير البيئة الصالحة لإشاعة النظام مع الجهات المستهدفة عن طريق التواصل وتوفير جميع المعلومات الخاصة بالنظام. وتابع أن ضعف الدعم اللوجستي من الجهات المسؤولة يعد السبب الأبرز الذي يقف أمام تطبيق هذا النظام داخل العراق. كشفت هيئة النزاهة عن مخالفات في عقد وتلكؤ في تنفيذ مشروع بكلفة 41 مليون دولار، مشيرة إلى إحالة العقود إلى شركات أمريكية وأوروبية وعربية. وقالت الهيئة إن ملكاتها في مديرية تحقيق البصرة رصدت مخالفات في عقد بكلفة 22 مليون دولار أبرمته شركة نفط البصرة مع شركتي إكسون موبيل الأمريكية وبتروفاكا البريطانية، مضيفة أن الشركة أجرت عددا من الكرفانات لتنفيذ العقد الخاص بالتدريب المهني لطواقمها، على الرغم من وجود عدد من البنايات الفارغة، فضلا عن شراء مواد بمبالغ كبيرة على الرغم من وجودها في الأسواق المحلية. حذر العضو السابق في اللجنة المالية النيابية رحيم الدراجي من استمرار انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار في السوق الموازي. وقال الدراجي إن مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 1,270,000,000 دولار، مؤكداً أو ملمحاً إلى أن العراق لا يمكن أن يستورد بضاعة أسبوعية بهذا المبلغ، ولفت إلى أن الأرباح المتحققة من فرق السعر أسبوعياً تصل إلى أكثر من 177 مليار دينار، معتبراً أن تهريب الدولار أكثر من أي حكومة أخرى. قال وزير النفط حيان عبد الغني إن استيراد العراق للغاز الإيراني من أجل تشغيل محطاته الكهربائية لا يمكن أن يستمر، فيما أكد خبراء اقتصاديون أن كلفة استيراد غاز وكهرباء إيران تصل إلى 4 مليارات دولار سنويا. وتابع عبد الغني أن العراق يستورد حاليا نحو 1500 مليون قدم مكعب من الغاز الإيراني، وأشار إلى أن العراق من المفترض أن يحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 5 أو 7 سنوات. وأشار وزير النفط إلى أن العراق ملتزم بخفض الإنتاج الطوعي للنفط لوقف انهيار أسعاره. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية لأمريكا انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي لتصل إلى معدل 114 ألف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي. وقالت الإدارة في جدول لها أن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 9 دول رئيسة بلغت 6 ملايين برميل يوميا، مرتفعا بقدر 767 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5,249,000 برميل يوميا. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.